أكلة أم النهاردة مع بداية أسبوع السعادة والهنا يا رب على كل السادة المشاهدين. معنا سجق. السجق متهم دايماً إن هو بيتعمل سندوتش أو يتعمل طاجن. أنا هعمله فطيرة النهاردة بالخضار، لها تفاصيل كتيرة. هيتعمل لها عجينة الفطاير، والسجق ده هيخش على النار، هياخد بعض التوابل وبعض الخلطة، حاجة لطيفة كده وحاجة جديدة. معانا الفاصوليا البيضاء، بروتين نباتي بتتصدر القائمة الأولى في الهرم الغذائي، زيها زي الفول زي الحمص، ولكن هي عزيزة شوية لأنها كمان مفيدة للكلى. حتى هي شكلها فلقتين كده لما بتتفتح تبقى شبه الكلى، سبحان الله. فأنا هعملها النهاردة نوع من أنواع المقبلات بالطحينة. الناس اللي عندها مشكلة مع الفاصوليا والبقوليات عشان الكولون، احنا هنعالج المشكلة دي النهاردة ونعملها نوع من أنواع المقبلات مع الطحينة زيها زي الحمص الشام. هنشوف نقدمها ازاي. معايا كمان مكرونة للأطفال الحلوين اللي بيحبوني وأنا بحبهم، هنعمل لهم مكرونة بالجبنة، حاجة كده ملزلزة تبقى الجبنة مع المكرونة. وأفضل أنواع المكرونة اللي تتعمل بالجبنة أو بصوصات الجبنة هي المكرونة البنة. ليه يا عم الشيف؟ عشان بتبقى مخرمة، بتشيل من الصوصات كده وبتبقى لطيفة وحلوة، والواحد ياكلها تبقى سلسة معاه. معانا النهاردة بمناسبة طبعا الإعلام، بمناسبة طبعا الاهتمام الكبير من الجهة الإعلامية لخبز البطاطا، بنشوف طبعا بعض القنوات بتقول ان احنا لازم ان احنا نستخدم دقيق البطاطا في المخبوزات بتاعتنا، وده ترشيد لاستهلاك الدقيق، وفي نفس الوقت كمان حاجه جديده. الهند سبقونا في استخدامهم لدقيق البطاطا في حاجات كتيره قوي، هو ده يعتبر دلوقتي محصولهم الاساسي. احنا معانا دقيق البطاطا النهارده هنعمله كب كيك للاطفال الحلوين، حاجه جديده وقيمته الغذائيه عاليه جدا. واحنا عارفين البطاطا الحمراء بتاعتنا بالذات من خير ارضنا تقدر تستخدمها في حاجات كتيره، حلويات او اطباق خضار زي ما احنا حابين. هنعملها كب كيك النهارده ونديها فليفر من الفانيليا، عصير برتقال زيها زي الدقيق. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، صدقوني بجد هتعجبكم لان انا شخصيا جربتها حلوه قوي. حلقه فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، فيها كمان خبره طهويه بتكلفه قليله جدا. ولكن عايز اقول قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، انتظروا مننا كالعاده على شاشه القناه الاولى مفاجآت في 4 ايام العيد. اول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد معاكم الشيف المغازي مش سايبكم. حلويات الخروف واللحمه الضاني والكندوز والباري، مش هنسيب حاجه اللي بنعملها من اول الفتت لحمه الراس لغايه لما نروح على الكبده والكلاوي نشوف ناكلها مع بعض ازاي. تعالوا مع بعض نشوف مع مقادير الفاصوليا البيضاء هنعملها ازاي مقبلات. مكرونه بالجبنه، مش بتتكلم طلياني، طلاينا معروفين بالباستا طبعا بانواعها كلها. شفت الجبنه الشيدر بتاعتنا، ممكن تكون موزاريلا، ممكن يكون اي نوع جبنه احنا حابينه. تنفع جبنه رومي يا شيف؟ تنفع جبنه رومي بتاعتنا العاديه خالص تبقى زي الفل. تجيب الجبنه والمقادير على الشاشه بتاعت الفاصوليا. فاصوليا بيضاء مسلوقه واتحطت في الثلاجه تبريد. معانا طحينه، معانا زيت زيتون، معانا عصير ليمون، كل دي المقادير. شايف المكرونه اهي اهي اهي، تكمل سواها كده. نعمل حاجه لطيفه بقى وفي سرك، شايفه ميه سلق المكرونه دي كده؟ هو ده هو ده. يلا نسيبها مع بعض، تعالوا مع بعض نعمل الفاصوليا بتاعتنا. انا عايزك في المطبخ كده زي شيف المغازي شاطره، ما تجيبيش بقى المكرونه احتاجت شويه ميه اجي جاريه وجايبه ميه من الحنفيه او ميه من البراد، لا، ميه سلق المكرونه هي اللي هتنفعك. اللهم صل على النبي. خليها هنا دي كده، وناخد الفاصوليا البيضاء الحلوه بتاعتنا. معانا توم حلو، معانا الطحينه بتاعتنا، معانا عصير الليمون زي الفل. طبق المقبلات ده بهديل كل حبايبي اللي عندهم مشكله مع الكولون مش بيحبوا ياكلوا الفاصوليا. من النهارده ناكل الفاصوليا بالطريقه دي، سهله خالص. الطحينه والكمون هيخلصنا من مشاكل البقوليات زي الفاصوليا زي الفول زي الحمص. معانا كمون حلو لسه مطحون ناعم حالا دلوقتي. البهارات بتاعتنا كمون وملح وبس. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. الخلاط اخباره ايه؟ نأمن عليك الاول. هو ده، ناخد الفاصوليا زي ما هي كده تنزل في قلب الخلاط. يا شيف الفاصوليا دي بنعملها مع صوص طماطم، انت بتعمل فيها ايه؟ اصبر على رزقك شويه. اهي زي ما هي كده. يلا We'll be right back.
ايه ده يا شيخ؟ والله هو ده، شفت فاصوليا اهي، فاصوليا اهي حطيت وانا بضرب الفاصوليا في قلب الخلاط. للناس اللي عندها مشكله مع القولون تاكل الفاصوليا بالطريقه دي هتعجبك قوي على فكره. حطيت نعناع، والنعناع مفيد للجهاز الهضمي ومفيد للقولون، مع الكمون دلوقتي. الله الله، ايه الشكل الكريمي ده؟ نحط شويه توم حلوين، نحط الطحينه بتاعتنا، الطحينه اهي عليها. قولوا معايا بقى كده بصوت عالي، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. وحقوق الطبع لدينا، بس شويه الملح التمام، شويه الكمون الحلوين زي الفل، للامانه سن البابريكا، ونضرب كل ده مع بعض. خلص الكلام، اللهم صل على النبي. يلا بص بقى على الحلاوه، بص على الحلاوه وصل على الحبيب قلبك يطيب. ادي الفاصوليا دي كانت من شويه، حبوب ناشفه من ساعه زمن تقريبا، يعني لو حسبنا الطايم بالظبط كنا نعينا من بالليل، اتحطت على النار استوت زيها زي الفول، كانك بتسلقيها يعني، هتعمليها بصوص طماطم. سيبناها في الثلاجه لما تبرد، خدناها ضربناها في الكبه مع عصير ليمون مع زيت زيتون زي ما شفنا مع بعض، مع نعناع اخضر مع توم طازه بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا محترم؟ زيت زيتون بقى نغرقها مع رشه كمون على الوش. الطبق ده لو تسمعي كلامي دايما تعمليه لاولادك، فاصوليا قيمتها الغذائيه عاليه جدا، خاصه للسيدات الحوامل، ربنا يقومهم بالسلامه، مفيده جدا اهي اهي زي ما هي كده يا عم الشيف. هناخد زيت زيتون نحطه عليها، بس اعمل حاجه حلوه قوي قبل زيت الزيتون للامانه يعني. شفت شويه دول؟ الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ليه يا عم الشيف؟ علشان اللي يشوفها يعرف ان دي فاصوليا، افتكرهاش دي حمص. اهو 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 زيت زيتون عليها، اللهم صل على النبي. المكرونه بتناديني، زيت زيتون ألف هنا وشيفة ليه اللي هياكل منها. حاجة جديدة ها؟ يعني متعودين طبق الحمص يتعمل كده، طبق البتنجان، إنما فاصوليا الشيف عمل لنا الفاصوليا وعمل لنا الأفوكاتو، حاجة حلوة أوي. تعالوا مع بعض نغرف المكرونة بتاعتنا، اللهم صل على النبي. طبعًا شفنا مع بعض المكرونة بتاعتنا بالوايت صوص والجبنة، عملنا طبعًا متبل الفاصوليا البيضة شفناها عملناها مع بعض إزاي. كب كيك حلو جدا بالبطاطا الحلوه للاولاد الحلوين، الفطيره بتاعتي الجميله اللي بتتكلم مصري فيها حشوات كتيره يعني هرم غذائي، رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.